السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في الدرس الثالث اللي هو الكتابات الكسرية ومقارنة بين الكسور. هذا الدرس مقسم لست نقاط. أول حاجة تعريف العدد الكسري وكيفاش كنرمزوا له وكيفاش كنكتبوه. ثاني حاجة هي الكتابة الكسرية بالنسبة للعددين العشاريين، كيفاش يمكننا من كتابة ديال عدد عشاري كسر ديال عدد عشاري نردوه على شكل أعداد صحيحة. والنقطة 4 و5 نشوف المقارنة ديال الأعداد الكسرية عددين كسريين والمقارنة بين عدد كسري وواحد، واش فوقاش يكون عدد كسري كبر من واحد فوقاش كيكون صغر من واحد. وآخر نقطة نشوفو هي تقنية الاختزال اللي كنستعملوها باش نبسطو كتابة ديال عدد كسري. إذن النقطة الأولى العدد الكسري، كنا شفنا في السنة السادسة ابتدائي باللي كان عندنا مثلا أ و ب عددين صحيحان طبيعيان مع ب غير منعدم. بمعنى ب غير منعدم يعني ب ما كيساويش صفر، يخالف الصفر. إذن كندير واحد الكتابة أ على شكل هاد الرمز. هاد الشكل يسمى عددا كسريا. كنستعملوا واحد الخط كنفصلوا به ما بين أ و ب. هذه الكتابة تسمى عدد كسري. مثلا 3 على 4 تسمى عدد كسري، 10 على 3 تسمى عدد كسري. هي نوع من الكتابة كتبوها باش استعملوها. ولهذا عندنا جوج تسمية بالنسبة للكتابة أ على ب. أ فالكتابة كنسميوها بسط، و ب تسمى مقام. هذه تسمية أ تسمى بسط و ب تسمى المقام في الكتابة. إذن 3 تسمى بسط و 4 تسمى مقام ديال هذا العدد. دونك 3 تسمى بسط العدد 3 على 4 و 4 تسمى مقام العدد 3 على 4. ناخذ أمثلة. مثلا عندنا تقسيمات، دونك عندي 1 2 3 4 5 6 شديتهم وجيت وسولتك قلت لك مثلا شحال عندي ديال المربعات او الكروات اللي ملونين بالخضر بالنسبه اللي ما ملونينش بالخضر. اذا هذه الحاله نقد هذه نكتبها على شكل ياش. دونك شحال عندي ملونين بالخضر؟ عندي 2 ملونين بالخضر. وشحال عندي في المجموع ديال الكروات؟ عندي 1 2 عندي 1 2 3 4 5 6. إذن كنرمز لها هكا. إذن النسبة ديال العدد الكروات الخضر هو 2 على مجموع العدد ديال الكروات. إلا قلت لك اعطيني العدد النسبة ديال العدد ديال الكروات الخاويين اللي ما ملونينش. إذا شحال كاينين؟ 1 2 3 4. إذن هي 4 على المجموع اللي هو 6. هذا كيمثل العدد ديال الكروات الخاويين بالنسبة لمجموع الكروات، وهذا كيمثل العدد ديال الكروات اللي ملونين بالخضر بالنسبة للمجموع. بالنسبة للنقطة الثانية هو كتابة الكسرية لخارج عددين عشريين، هي أ على ب. مع أ شنو سميناها لا بقيتو عاقلين؟ هي البسط. و بي هي المقام. يمكن لي اذا نكتب أ ونضربها في شي عدد واحد اخر، او بي على هذا الشكل. او بي نضرب في واحد العدد اللي هو سميتو ام، حد سميتو غير خص ام يكون غير منعدم، يعني ما كيساويش الزيرو. المقام ما خصناش العدد يكون كيساوي الزيرو. داكشي علاش كنكتبو ان العدد ان ام كنكتبو ان ام و بي غير منعدمين. اذا يمكننا نكتبو هاد الكتابة مع شرط اننا نضربو ونقسمو على نفس العدد. ناخدو مثال، 2 على 3 تساوي 2 على 3. الا ضربت هنا في 2 خصني نضرب حتى هنا في 2. اذا الا حسبت هادي 2 في 2 تساوي 4، 3 في 2 تساوي 6. إذن 2 على 3 تساوي 4 على 6. ونقد ناخد مثال واحد آخر، 5 على 7 تساوي، نقد نضرب 5 في 3 ك
كذلك خصني نضرب 7 في 3، الخمسة في ثلاثة هي 15، 7 في 3 هي 21. إذا 5 على 7 تساوي 15 على 21. النقطة الثالثة هي جعل المقام العشري لكتابة كسرية عددا صحيحا، بمعنى أن المقام عدد عشري، كنا شفنا أن العدد العشري كيكون مكتوب بالفصيلة. ناخد مثال، ناخد 3 على 2.3، نذكر أن هذا يسمى المقام، يعني كنهضرو على الجزء التحتاني كيكون عدد عشري يعني كيتكتب بالفصيلة. كيفاش هاد العدد، نكتبوه بلا فصيلة؟ لهذا الغرض كنا شفنا في النقطة الثانية أن كان عندي عدد كسري يمكن لي نضربه ونقسمه على نفس العدد كيكون كيساوي العدد الأول، يعني هذا. دونك الطريقة شنو هي؟ كنشوف العدد، كنشوف المقام، كنشوف شحال من عدد بعد الفصيلة. في هذه الحالة عندي رقم 1 بعد الفصيلة، إذا اش كندير؟ إلا كان عندي رقم 1 بعد الفصيلة باش نحيد الفصيلة كنضرب 10، كنضرب 10 3 ونقسم على 10، وكنعرف أن هاد العددين متساويين حسب الخاصية في النقطة الثانية. 3 في 10 تساوي 30، 2.5 في 10 إلا كان الفصيلة، كتحيد تولي 23. إذا ولا عندنا عدد كسري المقام ديالو عدد صحيح، عدد صحيح يعني ما فيهش الفصيلة. ناخد مثال واحد آخر، ناخد 137 نقسمها على 5.69. شنو قلنا كنديرو؟ أول حاجة كنشوف المقام العدد وش فيه الفصيلة، شحال من رقم بعد الفصيلة، كاين رقمين. إذا كاين رقمين، كانوا رقمين بعد الفصيلة كنضرب في هذه الحالة في 100. إذا ضربت لتحت في 100 خصني حتى الفوق نضرب في 100 باش يكون هذا العدد يساوي هذا العدد. هذا هي 137 كنزيد زيروات، و 65 في 100، دونك تحيد الفصيلة 569، هو ولا لنا المقام بلا فصيلة. النقطة الرابعة هي مقارنة عددين كسريين. عندنا عددين كسريين بغينا نعرفو شكون كبر من الآخر. هنا عندنا ثلاثة الحالات. الحالة الأولى اللي غنشوفو دابا هي عددين كسريين لهما نفس المقام. عندك أ و بي عددين، عندك عدد كسري أ على بي و عدد كسري سي على ب مع بي غير منعدم. هادو ما قلنا هذا هو المقام، اذا هاد العددين عندهم نفس المقام، قاعدة كتقول لك اذا كان ا كبر من سي، اذا ا على بي كبر من سي على بي. دونك لكن العددين عندهم نفس المقام، العدد الفوقاني كنشوفو البسط، إلا كان البسط الأول كبر من البسط الثاني العدد الكبير هو اللي كيكون عنده أكبر بسط. ناخدو مثال، إلا كنت قارلين بين 21 على 13 و 9 على 13، إلا قلت لك مثلا قارلين ما بين هاد العددين 21 على 13 9 على 13، إذا أول حاجة قلنا كنشوفو واش العددين لهما نفس المقام. إذا هنا عندي 13 وهنا عندي 13، إذا العددين لهم نفس المقام. كنشوف البسط، كنشوف اللي كبر منه أكبر واحد فيهم، عندي 21 وعندي 9، دونك 21 كبر من 9، إذا هاد العدد كبر من هاد العدد. ناخد مثال واحد آخر، 1 على 2 و 5 على 2. أول حاجة هاد العددين لهما عندهم نفس المقام، كنشوف البسط، أنا عندي 5 وأنا عندي 1، إذا 1 على 2 صغر من 5 على 2، أو 5 على 2 كبر من 1 على 2، نفس الكتاب. مثلا عندك جوج خوت إبراهيم، عندك جوج خوت إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم هو الكبير وإسماعيل هو الصغير. يمكن لك تقول إبراهيم
كبر من اسماعيل، ويمكن لك تقول اسماعيل صغر من ابراهيم، راه نفس الحاجه بحال هاد الحاله هذه، 5 على 2 وواحد على جوج. قد نقول 5 على 2 كبر من 1 على 2، قد نقول 5 1 على 2 صغر من 5 على 2. بالنسبه العددين لهما نفس البسط، عددين لهما نفس البسط، معني القاعده شنو؟ نشوفوا اول حاجه القاعده، عندك عددين لهما نفس البسط، عندك ا على بي وعندك و ا على سي، دونك هذا هو البسط، عندهم نفس البسط. اذا الا كانت بي كبر من سي، اذا ا على بي صغر من ا على سي. لاحظتوا معايا هنا مقلوبين، الا كان عندي البسط نفس البسط كنشوف المقام، العدد اللي عنده المقام كبير هو الصغير. مثال 5 على 3 و5 على 25. جاك سؤال قال قارن بين العدد، القاعدة كتقول لي كنشوف عندهم نفس المقام، لا ما عندهمش نفس المقام. عندهم نفس البسط، نعم عندهم نفس البسط. إذا القاعدة كتقول لي إذا كان عندهم نفس البسط كنقارن المقامات، عندي هذا المقام عندي هذا المقام، إذا 25 كبر من 3، دونك المقام اللي عنده كبر هو العدد الصغير، يعني هذا العدد كبر من هذا العدد، يعني اللي عنده المقام كبير هو العدد الصغير، يعني 5 على 3 كبر من 5 على 5. ناخذ مثال واحد آخر، 2 على 42 و2 على 17، إذا عندهم نفس البسط. كنشوف المقام، هذا عنده مقام كبير، هذا مقام صغير، إذا اللي عنده مقام صغير هو الكبير، إذا هذا العدد هذا مقارنة بهذا العدد أصغر. النقطة الخامسة هي مقارنة عدد كسري مع الرقم 1، بمعنى عطيتك عدد كسري مثلا 3 على 4، قلت لك قارنوا لي مع 1، واش كبر من 1، واش صغر من 1، واش كيساوي 1. هنا عندنا قاعدة، عندك أ و بي عددين عددين عشريين، عندك أ على بي كبر من 1، قد تكون أ على بي صغر من 1، قد تكون أ على بي تساوي 1. فوقاش كيكونو عندنا هاد الحالات، أ على بي كبر من 1، إذا كانت أ أكبر من بي، إذا كانت أ أكبر من بي إذن هذا أكبر من 1. هنا كذلك إذا كانت هنا العكس، بي صغر من أ، كيكون العدد كسري صغر من 1 إذا كانت بي صغر من أ، أ على بي تساوي 1 إذا كان أ يساوي بي. ناخذ أمثلة، ناخذ مثلا مثال 5 على 7 على 5 مقارنة مع 1، 7 أكبر من 5 إذا أكبر من 1، 8 على 8 هنا 1، 8 على 8 1، إذا 8 تساوي 8 إذا تساوي 1. 134 على 121، عندي 134 أكبر من 121 إذا أكبر من 1، 21 على 571 مقارنة مع 1، 21 أصغر من 151 إذا أصغر من 1. هذه هي القاعدة بطريقة سهلة. نزول النقطة، نهضرو دابا على توحيد المقامات. توحيد المقامات شنو معناتها؟ كيكون عندنا جوج أعداد كسرية، مثلا 2 على 3 5 على 7، خصنا هاد الأعداد بجوج يكون عندهم
نفس المقام، يكون عندهم هنا نفس المقام نسميوها أ، يكون عندهم إكس كوار عشرين نفس المقام. كيفاش كنديرو؟ أول حاجة كناخدو هاد العدد إكس ريين، إما كانو عندنا عددين إكس ريين أو بزاف ديال الأعداد الكسرية، مثلا خمسة أو ستة على حداش، يعني يمكن لي نوحد أكثر من عددين كسريين، العدد الكسري اللي بغيت. أش كندير؟ أول حاجة كنبحث على مضاعفات المقام، بمعنى كناخد مثلا ناخد هذا المثال، ثلاثة جوج على ثلاثة وخمسة على سبعة، كناخد كنكتب مضاعفات ثلاثة تساوي مضاعفات ثلاثة، شحال كتساوي؟ شحال مضاعفات؟ ناخد العدد ثلاثة ونبقى نزيد عليه ثلاثة، ولا نضربو في واحد ونضربو في جوج وانا غادي. اذا هو ثلاثة زيد عليها جوج ستة، زيد عليها جوج تسعود، زيد عليها جوج 12، زيد عليها جوج 15، زيد عليها جوج 18 مثلا. نجيو ناخد المقام ديال العدد الثاني سبعة، اذا سبعة زيد عليها سبعة هي 14، زيد عليها سبعة هي 21، زيد عليها سبعة هي 28، زيد عليها سبعة هي 35. هنا 18 زيد عليها ثلاثة، هنا تا كنوصل كنكتب تا كنوصل الرقم المشترك بيناتهم، كنوصل واحد الرقم كاين في المضاعفات ديال ثلاثة وكاين في المضاعفات ديال سبعة. إذا 18 زائد ثلاثة 21، إذا أنا عندي 21 وأنا عندي 21. هذه النقطة الأولى. من بعد ما حسبت المضاعفات ديال كل مقام من عددين، آخذ مضاعف المشترك الأصغر، بمعنى شنو هما المضاعفات المشتركة هنايا؟ هي 21 و 21. في حالة وحدة أخرى غيكون عندنا مضاعفات مشتركة أكثر من واحد، لقينا كنحسبو غنلقاو سميتو. في هاد الحالة كناخدو أصغر هو 21، المقام هو 21. كنجيو نحسب كناخد الأعداد جوج على ثلاثة، هنا ثلاثة، ثلاثة فاش نضربها باش نحصل على 21، إذا كنضربها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، كنضربها في سبعة باش نحصل على 21. إذا تا البسط كنضربو في نفس العدد باش تكون هنا عندي متساوية، إذا جوج في سبعة هي 14 على 21. كناخد العدد الثاني هي خمسة على سبعة، هي سبعة في شنو هو العدد اللي نضربو باش نحصل على 21، نضربها في ثلاثة، دونك نضرب خمسة تا هي في ثلاثة، تساوي خمسة في ثلاثة هي 15 على 21، وبالتالي كنكون حصلت على مقام موحد بينهما. والمقام الموحد غنشوفو من بعد في الدرس الجاي، غيكون كيسهل علينا عملية الجمع والطرح الفرق بين الأعداد الكسرية. ندوزو دابا لتوحيد المقامات. عملية الاختزال، شنو هي عملية الاختزال؟ هي كتابة عدد كسري بشكل مبسط. الآن كيفاش كنختزلو؟ نبحث عن قواسم البسط والمقام. أول حاجة بمعنى ناخدو مثال 8 على 12، قواسم 8 شحال هما؟ شنو هما الأعداد اللي كيقسمو 8؟ بطبيعة الحال كاين واحد، جوج باش كتقسم 8 كذلك، أربعة، والعدد 8. هادو هما قواسم العدد 8. نحسب قواسم 12، قواسم 12 واحد عدد كيقسم جميع الأعداد، جوج كيقسم 12، نعم كيقسم 12،
12 على 2 هي 6، والباقي عندنا صفر. 4 كيقسم 12، 3 كيقسم 12 بعدا، 12 على 3 تساوي 4 والباقي صفر. 4 كيقسم 12، 6 ممكن لا تقسم 12، 8 على 7 لا، 9 لا تقسم 12، إذا 10 على 11 12. من بعد ملي كنحدد كنكتبو قواسم المشتركة بين 8 و 12 هي شنو القواسم المشتركة؟ عندنا 1، عندنا 2، وعندنا 4، هما الأعداد اللي مشتركة ما بين 8 و 12. عندنا 1، 2 و 4. باش ندير عملية الاختزال، القاعدة كتقول لي نقسم البسط والمقام على أكبر قاسم مشترك. 8 على 12 يعني 12، اش كنديرو لها؟ كنقسموها على أكبر قاسم مشترك. قواسم مشتركة، مشتركة هي 1، 2، 3، إذا أكبر واحد فيهم هو 4، إذا 4 والقاسم المشترك الأكبر. إذا كنقسمو 8 على 4، كنقسمو على 4، 8 على 4، 12 قسمة 4 هي 3. إذا هذا هو الشكل المختزل من 8 على 12. ونشوفو في التمارين وفي جميع الحالات.